وصباح الخير على احبائي واصدقائي الكرويين في كل مكان. النهارده جايب لكم اخبار عن ريدا جوارديولا في احد برامج امس. بيتكلم بتقول له مين افضل مدرب من وجهه نظرك؟ قال لها بدون شك هو تاكيس جونياس. تاكيس جونياس يكاد يكون ان افضل مدرب جه في اخر 7 أو 8 سنين في الفتره الاخيره. يقدر يمسك منتخب مصر ويعمل منه حاجه، ولو مسك اهلي او زمالك بالسكواد اللي عنده هيقدر ياخد كل البطولات. وعندما سئل طب في الوقت الحالي الاهلي يجيب تاكيس جونياس؟ قال لها لا، في الوقت الحالي اللي يقدر يمسك النادي الاهلي في الوقت الحالي حاليا علي ماهر، ودي الحاجه الوحيده اللي قالها صح. طب الزمالك؟ قال لك تاكيس جونياس. معنى كده ان فريرة مش عاجبك بعد ما خد بطولتين دوري وقعدت تقول البروفيسور والدنيير والمش عارفه ايه والهبدير؟ فعلا انت كده اثبتت لي ان انت راجل هبدور. ده رضا عبد العال. سلام.